بالفعل مدينة الدار البيضاء هذه السنة هذه شهدت واحد المجموعة ديال التظاهرات يعني ثقافية وفنية ورياضية. اليوم الموعد كان مع المقاطعة ديال الأنفا، تم الافتتاح ديال الظاهر ديال عفوا ديال الضريح سيدي عبد الرحمن يعني في الحلة ديالو الجديدة من بعد عملية ديال التأهيل والتهيئة، والآن حنا مع الافتتاح ديال المهرجان ديال الأصيل ديال المقاطعة ديال أنفا اللي كيتضمن عروض ديال الفروسية التقليدية وكذلك يعني معرض ديال الصناعة التقليدية. وكيف ما كتشوفوا الأجواء يعني أجواء اللي هي ممتعة، غادي يكون في طيلة أربعة أيام يعني كاين حضور، كاين مجموعة ديال الأمور اللي هي في المستوى. مشكورة السلطات المحلية ومقاطعة ديال أنفا على التنظيم ديال هذا المهرجان هذا بالدعم ديال جماعة ديال الدار البيضاء. وكيف ما قلت هو سلسلة ديال التظاهرات اللي كانت في مجموعة ديال المقاطعات بدعم من جماعة الدار البيضاء. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.